ليش أنا وكيل محافظة مارب الدكتور عبد الرب مفتاح مشروع مياه الشرب النقية في وادي عطران بدعم من مسلم ايد في أستراليا، ويستفيد من المشروع 300 منزل من سكان وادي عطران و40 ألف نسمة في مدينة مارب. مزيدا من التفاصيل في التقرير الذي عده الزميل محمد الجداسي. تشنا وكيل محافظة مارب الدكتور عبد الرب علي مفتاح مشروع مياه الشرب النقية في وادي عطران، والذي تم تنفيذه بدعم وتمويل من مسلم إيدا في أستراليا وتنفيذ منظمة CSSW. أشاد الوكيل بالدور الريادي لمنظمة الداعمة، وأكد على أهمية المشاريع المستدامة التي ستلبي احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية. تشن اليوم مشروع مياه الذي سيصل وسيخدم تقريبا 300 منزل تقطنه أسر نازحة وأيضا أسر مقيمة في هذه المحافظة التي يتوافد إليها عدد كثير من أبناء الجمهورية اليمنية. هذا المشروع مقدم من مسلم إيد أستراليا. مدير منظمة CSSW أكد على أهمية هذا المشروع، كونه سيسهم كثيرا في تزويد الساكنين لأكثر من 40 ألف نسمة بمياه الشرب النقية. ندشن في هذا اليوم مشروع بئر وخزان وادي عطران. الآن نحن في الخزان الذي سعته 100 متر مكعب في منطقة جو النسيم بمدينة مأرب. هذا المشروع بتمويل كريم من الإخوة في مسلم إيد من أستراليا وتنفيذ جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية فرع مأرب. هذا المشروع الذي سيسهم في تغذية الماء في هذه الحارة في المنطقة. مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي أشاد بهذا المشروع، وأكد بأنه سيشهد تطورا كبيرا في إمداد شبكة متكاملة لتزوير السكان بمياه الشرب النقية. وهذا سوف يستفيد منه 300 مشترك بإذن الله، وسيكون إلى التوسع في المستقبل، وإن شاء الله سنقوم بتمديد توصيلات المنزلية وربط للمشتركين مع تركيب العدادات وإصدار لهم فواتير. مشاريع الشرب النقية ومنها مشروع وادي عطران يمثل أهمية كبيرة، كانه يأتي في الظروف الاستثنائية لتزويد المحافظة بمياه الشرب النقية خاصة مع الكثافة السكانية. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مارب.